كده مدير فني نادي الزمالك في كثير من المواسم ومدرب عام في مواسم اخرى، نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح. كابتن محمد، عيد سعيد، وحشني، كل سنه وحضرتك طيب. منور يا دكتور، وكل صحة حضرتك طيب، طيب وكل ما عندك بخير يا رب ان شاء يا الله. رب. اشكرك يا كابتني. قمه كره القدم العربيه والمصريه زي ما قلت، والافريقيه شاء من شاء وابى من ابى، هي الزمالك والاهلي، قمه 127 يوم الاثنين القادم ان شاء الله. الزمالك عائد من فوز مريح اراح اعصاب جماهيره امام نادي الاتحاد السكندري بثلاثيه نظيفه، والاهلي بفوز بشق الانفس في الدقيقه 89 من عمر اللقاء امام نادي زد. كيف ترى اللقاء المرتقب بين القطبين الكبيرين يوم الاثنين القادم؟ هو احنا هنشوفه في اخر كلمتين حضرتك قلت، اللقاء بين قطبي الكره في مصر المفروض ان تبقى مباراه كويسه، ولكن هنرجع تاني، مفيش اي معطيات يا دكتور في الفرقتين، أنا يعني معاك. هتقول لي الزمالك كويس الاهلي كان وحش او العكس، لكن لغايه دلوقتي الفرقتين ما ادوناش اي مردود ان تقدر تقول مين افضل الا في المباراه الاخرانيه الاتحاد وزد. تمام. بلغه الكوره الزمالك فايق بصراحه، عنده اللعيبه فايقه، انا بتكلم عن الماتش الاخير يعني، ولكن مش مقياس، لان الزمالك فرط في مباراه الكاس حوالي 80 دقيقه او 75 دقيقه، وما كانش عنده الرغبه القويه انه يكسب، واحنا قلنا انا ضد اللي كان بيقول ان الزمالك لعب كويس، لكن انا قلت لعبت كويس بس ايه الفايده، خسرت. حضرتك التشكيلات اللي انت عملتها دلوقتي او التشكيل اللي متوقع يعني الفريقين، يقول ان الزمالك عنده شخصيه في لعبته اللي هي التشكيله الاخرانيه دي، ما عدا انا شاكك ان ممكن شحاته يلعب في نص الملعب، لان مش على حساب حضرتك مين مش يا شرط كابتن محمد؟ عن واحد من ماهر او عبد الله تمام. اللي هو كان بدايه يعني، احتمالات، لان مثلا مصطفى شلبي يلعب لان هو كان في الماتش اللي فات كان احسن كتير معاك. على هاني. المعطيات دي كل مدير فني بيقعد يفكر فيها، زي ما انا بقول لحضرتك ممكن هو يفكر ان انا كسبت الاتحاد ثلاثه لنفس الفرقه هي اللي حضرتك حطيتها دلوقتي، ممكن، ولكن صعوبه الموقف ان هيبقى فيها ثنائيات يا دكتور، يعني فلان على فلان، فلان ضد فلان، لان مش هتاخد فيها كوره زي ما الناس متوقعه، انا بقول كده وجهه نظر لوحدي يعني، مش هتلاقي ناس بتديك فنيات كتير الا لما الملعب يتفتح، لان اي فريق النادي الاهلي يحرز هدف هيتفتح الملعب زي ما بنقول. بس امتى حضرتك ما تعرفش، الماتش اللي فات جه في الدقيقه 80 باين او 85 مظبوط، مظبوط، مباراة الكأس الأخيرة. فهقول لحضرتك بقى اللي هيكسب الماتش، اللي عايز يكسب الماتش ده يبقى عنده جون كويس، يعني جون موفق ونص ملعب كويس، وده اللي جون حصل موفق. الماتش. لو انت نعم، في الزمالك هتبدأ بمين؟ الجون هو عواد، عواد. لا انا ضد ان ده يلعب ماتش، ده يلعب ماتش يعني، تمام. حتى تدوير لا. لو صبحي زعلان مثلا شويه ده حق جواني انا عايز العب يعني، لكن لازم حد يلعب على طول. طيب والناحيه الثانيه شوبير، ما انت بس حتى ما عندكش خلاص، انت ما هو شوبير، شوبير هناك خلاص محسومة، محسومة نص شوبير الملعب هناك. هو اللي هيفرق مع الفرقتين يعني، يعني بدليل مثلا لو مروان ما لعبش هيفرق في نص الملعب في الاهلي، جدا. دون ده ماشي كويس قوي قوي، بس مين التاني بقى اللي هيدافع؟ ازاي بقول لحضرتك، شحاته ولا عبد الله هيقدر ولا ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه. هنا اقدر اتحكم انا في المباراه من الناحيه الهجوميه، او ان انا اقلل الهجمات على الدفاع بتاعي. طيب لو في نصيحة هيقدمها كابتن محمد صلاح لجوميز قبل المباراة، هيهمس في أذنه ويقول له إيه؟ ما تقلبش بالتشكيل بس. أنت عندك شك؟ عندك شك؟ ما انت ضحكت اهو أنا قلت حاجة أنت اللي معايا بس مش بتقول. عايز تقول يعني. انا اتمنى ان هو ما يقلبش، وعشان كده بقول لحضرتك ايه، لو هو بين الناس اللي متفائله ان انا كسبت بدول العب بيهم كويس، تمام، لكن ما تقلبش. انت دلوقتي عندك لعيبه انت عرفتها، الشحاته سامسون، ما تديله فرصه. انا شايف ان هو في حاجات من المهاجمين كويس.